تمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس اطلع على مستجدات العمل في وزارة العدل خاصة ما يتعلق بجهود تطوير منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية بما في ذلك من خلال التحديث التقني، الى جانب تدريب ورفع قدرات الكوادر البشريه. فضلا عن تطورات الموقف التنفيذي لمدينه العداله بالعاصمه الاداريه الجديده، وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز الجهود الراميه الى تحقيق تحسن نوعي في منظومه التقاضي في مصر، خاصه ما يتعلق بالتطوير التقني لمقر وابنيه المحاكم، وتعظيم استخدام احدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية. التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم، وذلك من أجل الإسراع في إجراءات التقاضي والتسهيل على المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع. الاجتماع تناول استعراض نشاط وخطط ومشروعات الهيئة العربية للتصنيع في مختلف المجالات المدنية والعسكرية. حيث اطلع السيد الرئيس على استراتيجيه تطوير الهيئه خاصه ما يتعلق بزياده القدرات التصنيعيه والتكنولوجيه لمصانعها وتحديث خطوط الانتاج بما يتوافق مع الثوره الصناعيه الرابعه إلى جانب تدريب الكوادر البشرية على استخدام المعدات الحديثة ذات الإنتاجية والدقة العالية وكذا الاهتمام بالبحوث الفنية لسيما من خلال أكاديمية الهيئة للتدريب الهندسي بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص المحلي والأجنبي وقد وجه السيد الرئيس بمواصله الجهود الجاريه للهيئه في مختلف المجالات وذلك في اطار تلبيه متطلبات خطط التنميه المستدامه للدوله وبما يتفق مع سياسه تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثه في مصر ومواكبه التطور العلمي المتلاحق في المجال الصناعي